ويجز وهدى المفتي حديث الجمهور، تعالوا نتعرف على التفاصيل. من ليلة الأمس حديث مواقع التواصل الاجتماعي عن الفنانة الشابة هدى المفتي مطرب الراب الشهير ويجز، خاصة بعد التعليقات المتبادلة بينهم عبر حساب المفتي بموقع إنستغرام. ما كان لافت أن الجمهور سرعان ما اعتبر أن تعليقات ويجز تؤشر لعلاقة حب بين هدى المفتي ويجز، حتى أن الكثير من المتابعين قدموا لهم التهاني والتبريكات. وقامت هدى اليوم بنشر صورة جديدة لإلها عبر حسابها على إنستغرام، وحازت صورتها على الكثير من تعليقات الجمهور، لكن ما كان لافت هو تعليق الفنانة تارا عماد على الصورة اللي أشعلت تعليقات المتابعين ورد عليها ويجز. وجاء بأحد تعليقات تارا عماد على ويجز: هنزل ألبوم اسمه في حب هدى المفتي. بينما قامت هدى بالرد على ويجز من خلال وضع القلوب البيضاء فقط، وهذه التعليقات المتبادلة دفعت المتابعين للتكهن بوجود علاقة حب عاطفية بينهم، بينما قام آخرون بكتابة عبارات التهاني والتبريكات للثنائي. يذكر أن مطرب الراب ويجز طرح مؤخراً أغنيته الجديدة البخت، واللي حققت أصداء واسعة، واعتبرها الكثير تصف مشاعره تجاه هدى المفتي، وكان النجمان تشاركا في بطولة مسلسل بيمبو اللي عرض قبل فترة وجيزة، وشاركهم البطولة أحمد مالك. دعونا نتعرف على مشوار هدى المفتي اللي باتت حديث الجمهور، وهي فنانة شابة تبلغ من العمر 26 سنة، وتخرجت في كلية الآداب قسم الدراما والنقد المسرحي. بدأت مشوارها الفني كموديل في الإعلانات وعمرها 17 سنة، ودخلت عالم التمثيل للمرة الأولى بالصدفة من خلال مسلسل هذا المساء للمخرج تامر محسن، وقدمت بعد ذلك مجموعة من الأعمال الدرامية، منها لدينا أقوال أخرى وكأنه مبارح، وقدمت أول أدوارها السينمائية في فيلم رأس السنة، ثم تنوعت أدوارها في عدد من الأفلام منها بنات ثانوي وديدو، وبتشارك مع كريم عبد العزيز وأحمد عز في فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد.